يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العلماء يقول في تعريف الإسلام إنه هو التعبد لله بما شرع في كل زمان بحسبه. في كل زمان بحسبه هذا باطل، بل ما شرعه الله يكفي. يعني معناه إن غير العبادات، عن الزمان الأول، إن غير الصلاة والصيام والحج، الدين هو الدين منذ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لا يبدل ولا يغير. وهل هذا التعريف موافق لقوله أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؟ لا، لا ينطبق. الاستسلام لله وش معناه؟ معناه الانقياد له بالطاعة، بأن تفعل ما أمرك به في كل الأزمان، ما هو في زمان دون زمان. تقول الزمان تغير، ما احنا مصلين، ما احنا بمزكين، ما هذا ما يجوز. ما نتقرب إلى الله إلا بما شرع، ما نحدث عبادات من عندنا ونقول هذه اللي تناسب هالوقت، هذه بدع ومحدثات، كل بدعة ضلالة. فالدين واحد منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ما يتغير. نعم.